نرجع مع حضراتكم لمسألة الكليات والجامعات واختيار الكلية، لأنه خلاص احنا بنتكلم يعني انه خلال يمكن يوم او يومين نتيجة الثانوية العامة بتبان، ولازم يكون عندنا ترتيب كده علشان يعني ما نبقاش مختلفين واحنا بنكتب الرغبات. فعندنا يعني كليات كتير جديدة موجودة داخل الجامعات الحكومية، موجودة في القاهرة وعين شمس والفيوم وكفر الشيخ وغيرهم كتير، وتخصصات كمان يعني بيتم الاهتمام بيها داخل كمان الجامعات الأهلية، لأنه هذه الجامعات عاملة نوع من أنواع التوأمة مع جامعات دولية علشان يتم تأهيل الطالب في المجالات دي بعد ما يتخرج. مسألة أنه الطالب يخرج مؤهل لسوق العمل مسألة مهمة جدا، لأنه هي مش الفكرة أنه نعد في خريجين ويطلع مش لاقي شغل. والتوأمة دي مهمة جدا برضو، أنت بتبقى معاك شهادة من هنا قادر أنك تشتغل بيها بره، معادلة. لأنه دايما كنا قبل كده نسمع أنه لما تسافر اول حاجه بيقولوها لك لا احنا هنحتاج نعادل الشهاده بتاعتك ايا كانت من جامعه ايه. مظبوط، هو ده المهم. فكره ان انت لما تتخرج هتشتغل ايه، التخصصات دي الجديده بتفتح سكك كتيره جدا للشغل جوه وبره. خريجين هذه الجامعات بيقدروا ان هم يتخصصوا في مجالات كتيره جدا، ويبقى عندهم سوق العمل مفتوح مش مقتصر على عدد من محدود من الوظائف. يقدروا يشتغلوا مثلا في البرمجيات، امن المعلومات، ذكاء الاصطناعي، في صناعه الروبوتات، في تطبيقات الحوسبه والرقمنه وقواعد البيانات، وغيرها كمان من المجالات الجديده. هي دي الوظائف اللي السوق حاليا محتاجها، سواء زي ما قلت لحضراتكم جوه مصر او بره مصر. صحيح، ويمكن يعني كان في احصائيه كده بنتكلم على يعني وظائف كتير 30% منها تقريبا وظائف جديده، فكل اللي انت بتقوله ده يمكن حاجات جديده سوق العمل بيحتاجها، ويمكن كمان 20% من الوظائف القديمه اللي موجوده بالفعل هتندثر. فمساله انه نهتم بكل ما هو جديد وكل ما هو يعني مطلوب في سوق العمل ده شيء مهم جدا، والحقيقه انه ده بيتم في مصر وبيتم من قبل القياده السياسيه، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بنفسه بمساله التخصصات الجديده دي. وقبل كده كان في زياره لسيادته لجامعه كفر الشيخ، وقال للطلبه اللي موجودين في قاعات كليه الذكاء الاصطناعي كل اللي انتوا بتدرسوه هنا وكل اللي انتوا بتدرسوه دلوقتي وكل الافكار المتعلقه بمساله الرقمنه هو مستقبل الدنيا كلها. عشان كده احنا بنقول لكل طالب في ثانويه عامه لازم يفكر كويس ويفتح لنفسه سكه مختلفه وسكه جديده يقدر من خلالها انه ينمي مهاراته طبعا، وهو مدرك لقدراته اللي يقدر انه بيها يدخل هذا النوع من الكليات، لانه انا مقتنعه برضو ان الكليات دي يعني تعتمد بشكل كبير على القدرات. بكل تأكيد كل التوفيق طبعا لإخواتنا الصغيرين في الثانوية العامة، إن شاء الله يدخلوا الكليات اللي نفسهم فيها ويثبتوا نفسهم ويحققوا ذاتهم وينفعوا نفسهم وينفعوا مجتمعهم كمان. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.